شاطر يا يحيى، جيت في الميعاد والمكان اللي اتفقنا عليهم. يلا بينا بقى نرجع زماننا، اكيد كنوز وحشتك قوي. انا موافق نرجع، بس عندي اقتراح يمكن يعجبك. اقتراح ايه هو؟ طبعا انت عارف ان دلوقتي بقيت مستشار الملك، وده خلاني اعرف اماكن سريه كتير فيها كنوز وذهب قد اللي انت خدته ده يمكن 10 مرات. فانا بقول اسهل عليك دخول الاماكن دي، تاخد اللي تقدر عليه، ولما تخرج نهرب ونرجع زماننا. فكرة حلوة، بس انت هتستفاد ايه؟ هستفاد ايه؟ هضمن سلامة كنوز، وبعدها النص بالنص. ايه اللي انت بتقوله ده يا يحيى؟ انت ما قلتليش انك هتعمل كده. هو في حد هيعرف يعني؟ دي مغامرة من ضمن مغامرات كتير يا سينو، وهرجع زمني تاني. الإنسان الصالح في أي زمان أو مكان لا بيكذب ولا بيسرق يا يحيى، هتستفيد إنك هتفضل إنسان كويس. بس يا سينو بقى، كفاية كلامه شعرات. حلاوتك أنت يا يحيى، بقيت زميل. بس اوعى اوعى تكون بتضحك على عمك حسني. كنوز بتحبك وملهاش غيرك، كده البت البريئة هتضيع منك. ما تقلقش، وديك قلت كنوز ملهاش غيري، وانا بعمل كده علشانها. يا خسارة يا يحيى، يا خسارة يا خسارة يا يحيى. سيبك منه، ده ما يعرفش التمثال في زماننا وصل لكام. ايه، فين بقى المكان السري اللي انت عرفته؟ شاطر يا سينو، عملت الدور هايل. دور ايه؟ احنا عندنا في زماننا فن اسمه التمثيل، فن زي الرسم والنحت كده. في تمثيل مسرح وسينما ومسلسلات كمان، وفي الزمن ده كمان في تمثيل وفن معروف في كيمت، والشخص بيلبس قناع وبيعمل بيه شخصية غير شخصيته الحقيقية. هو نفس الفن، بس في زماننا الموضوع اتطور وبقى ليه أشكال كتير، وكل ما كان الممثل شاطر كل ما أقنع اللي قدامه. أنت بقى النهاردة أقنعت عم حسني، عشان كده بقولك عملت الدور هايل. طب وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي معاد الجزء الثاني من الخطة. يا سلام، ايه ده؟ يا سلام، فليحيا الأجداد. يا سلام يا سلام، فليحيا الأجداد. ها، ايه رأيك بقى؟ انت تستحق تكون زعيم عصابة مش مستشار ملك. ودلوقتي بقى انا هنزل اخد كل اللي اقدر عليه، ولما اخرج ناخد الكنوز دي مع الكنوز اللي انا سرقتها قبل كده ونرجع. انا نسيت اقولك حاجة مهمة يا عم حسني، انا زي ما عرفتك بالمكان ده عرفت الملك حور محب الحقيقة كلها. انا ما عملتش حاجة، هو اللي قال المكان. دي فلوس أجداد ورثي.